كما قرأنا في البيان أنه إحنا عندنا قضية رفعت عند المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الإدارية، وأخذنا قرار أنه ترجع لنا رواتبنا التقاعدية التي وقفت منذ حل المجلس التشريعي وإلى الآن، يعني أكثر من 3 سنوات ونصف، في شهر 12/2018. فالرسالة اليوم أنه إحنا كسبنا حقنا ومن خلال المحكمة العليا الفلسطينية، أعلى مرتبة في القضاء الفلسطيني. لكن بعد القرار تم تأسيس محكمة إدارية عليا، وتم رفع استئناف ضد القرار اللي أصدرته المحكمة العليا عندنا وللمحكمة الإدارية. واليوم كان في جلسة أولى لهاي قضية الاستئناف. نأمل إن شاء الله أنه النيابة الإدارية تسحب الطعن، تسحب الاستئناف ونحصل على حقوقنا.